الدفاع عن اللقب الإفريقي تبدأ من كينيا. ربما يكون العنوان الأبرز للزمالك في هذه المرحلة. خلال شهر سبتمبر يبدأ الزمالك المباريات الرسمية. يبدأ الفارس رحلة الدفاع عن الألقاب. البداية ستكون بحملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية. الزمالك يواجه الشرطة الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32. بعثة الزمالك وصلت إلى كينيا. القائمة التي أعلنها البرتغالي جوميز تضم في حراسة المرمى محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي، وفي خط الدفاع عمر جابر وأحمد محمود وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد عاطف، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد السيد وعبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي خط الهجوم سيف الجزيري وناصر منسي وحسام أشرف وسامسون أكينيولا. الزمالك أعلن جاهزيته للموسم الجديد بعد معسكر الإعداد الذي انتظم به الفريق في برج العرب، معسكر شهد خوض الفارس الأبيض لأربع مباريات ودية. البرتغالي جوميز علق على معسكر الإعداد وأكد أن الفريق حقق أقصى استفادة ممكنة، وبعد فترة الإعداد يبدأ الزمالك المباريات الرسمية. لقاء الشرطة الكيني يحمل الكثير من الأهمية للإدارة، للجهاز الفني، للاعبين وللجماهير أيضا. الكل يترقب ضربة بداية الفارس الأبيض في حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي. We'll be right back.